مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر نصاب حوث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر الله يزيدك من نعيم الله. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء قد بين